لسنوات طويلة اعتمدت كعكة الكنافة كوجبة مميزة للفطور. اليوم ومع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى رقم قياسي تخطى 100,000 ليرة، أصبحت هذه الوجبة صعبة المنال على فئة كبيرة من اللبنانيين. فهل انتهى زمن الكنافة؟ الأزمة الاقتصادية ضاعفت سعر كعكة الكنافة تدريجياً، ففي مسح سريع للأسعار في مختلف المحال اللبنانية يتبين أنها تتراوح بين 200,000 و400,000 ليرة، أو من دولارين إلى 4 دولارات نقداً. الكنافة هي آخر 20 سنة صارت متناول الجميع، صار كل العالم بدها تاكل كنافة. أبو 2,000 3,000 ليرة 5,000 ليرة كان الواحد أدران أنه هو يقدر يشتريها، اللي هي كان حقها 3,000 اللي هي دولارين، اليوم هي صار حقها بحدود 220,000 أقل شيء. عرفت علي كيف؟ أقل كعكة، لا تقدر أنك تأكل كعكة ب 220,000 يوم. اليومية الفرد الطبيعي بحدود 300,000 ليرة أو 400,000 ليرة. 400,000 ليرة وين بدي يدفع منهم أجار بيت وأجار بدي يدفع منهم كذا؟ في ناس انحرمت بوضعنا إحنا، لا في ناس انحرمت. ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الكنافة دفع بعض المحل إلى شرائها بنوعيات وأسعار منخفضة، ما أثر على جودة الوجبة الغذائية التقليدية. هي بتتكون من طحين، وبتتكون من سمن أو زبدة وجبنة طبيعية. هلا في ناس فاتت بالظلمة يعني مثل ما بقولوا، صار يستعملوا مازارولا نباتي وهيك شغلات إنه حتى يوفروا الزبون بأرخص سعر. عرفت علي كيف؟ لا يقدروا يشتغلوا، وما فيك تلوم حدا من اليوم، لا صاحب مصلحة ولا زبون. زبون بده يفتش على أي شيء يقدر يجيبه لأله لبيته لأولاده ما بقدرته. تحليق أسعار الكنافة جعل اللبنانيين يحذفونها من قائمة موائدهم ويومياتهم، ما انعكس ركوداً لدى محل صناعتها وبيعها. فماذا عن مستقبل هذا القطاع؟ بالكنافة إذا بدك، إيه صار في ركود، بحدود في ناس صار عندها ركود 70% مش 50%. كنا نحط مرابح ما بين 40% و45%، تخلص المرابح ما بعض الأحيان لا 30%. اليوم عم نحط مرابح أنجا 6 و7%، لنضلنا قدرانين نبيع كعكة الكنافة. إذا حتضلها بهيدا التصاعد وهيدا الموضوع، إيه هي بخطر، لأن بالنهاية هي كعكة الكنافة هي كماليات منا أساسيات. الأساسي بهيدا الحياة هي رغيف الخبز، هو لقمة الأكل بيجيبها عبيته.